فرقة الجيركن اتأسست سنة 2003 عن طريق مركز المستوى، وهي بتقدم الموسيقى الشعبية لسيناء. أغانيها بتتناول موضوعات مختلفة، منها يعني شيم القبائل العربية وأغاني الحب، وبتستخدم الآلات السينوية، وهي فرقة بتمثل التراث الشعبي الموسيقي السيناوي. البدوي بطبيعته في الصحراء لما بيرعى الغنم، وهو في الصحراء ماشي لقى جركن الحديد هذا وصندوق الزخيرة من مخلفات الحروب. فلما مسك الجركن الحديد بخبط عليه طلع صوت، مسك خشبة كده وعلى صندوق الزخيرة طلع صوت برضه. فكان طبعا هو في الأساس يعني بيعتمدوا على الشبابة أو الناي في رعي الغنم وكده. فلما لقى الصندوق الزخيرة والجركن استخدمه كآلة إيقاعية مع الشبابة أو الناي. بالنسبة لنا يعني في العريش الحمد لله، يعني برغم الأحداث اللي بتحصل هذه بنمارس الحياة الفنية بتاعتنا، وبنوري للعالم كله إن احنا يعني ما اللي بيحصل في سيناء ده مش مؤثر فينا خالص. بنمارس حياتنا الفنية يعني ببساطة جدا، والناس بتيجي تتفرجوا علينا برضه، والحياة ماشية الحمد لله. احنا برغم الظروف الامنيه اللي احنا بنعيشها في سيناء يعني الحمد لله بنقدم فننا في كل حته، وعندنا شغل كتير في سيناء وفي خارج سيناء، في القاهره، في اسكندريه، شرم الشيخ، في جميع انحاء الجمهوريه. الفرقة جت من الساعة 8 الصبح، يعني عاملة 12 ساعة سفر عشان الكماين وعشان الجو اللي هو مش طبيعي. وطبعا المركز كان حريص ان هو يدعوها عشان تقدم رسالة مختلفة، يعني تبرز الوجه الآخر لسينا اللي هو الفن والإنسان، رغم كل الشروط والظروف اللي موجودة والإرهاب وكل الحاجات.